نعم، نظرا النظرة العامة للميدان هناك هشاشة، هي الهدنة العرجاء، نستطيع قول أنها هدنة عرجاء وهدنة هشة نظرا لوجود الجيش في الميدان، وجود القسام، وسيخرج القسام ويتنقل بين المحافظات، وهذا أيضا سيكون جزء من حالة الهدنة الهشة وغيرها. إضافة لذلك هناك معادلات الأسماء وتفاصيلها، وما سيبنى على ذلك من تقييم أمريكي وقطري، على إثره سيتم تمديد هذه الهدنة. وفي الأوساط الإسرائيلية الحديث عن تمديد الهدنة 5 أيام إضافية، لذلك الإسرائيلي ليس معني الآن في خرق هذه الهدنة لأن لديه محتجزين، وحماس ليست معنية في خرق هذه الهدنة لأن لديها ترتيبات ميدانية ولديها أيضا مساعدات يجب أن تدخل، ولديها ربط جغرافي في غزة ما بين الشمال والجنوب، وإعادة تهيئة وإعادة وكأنها استراحة مقاتل. لذلك هي هدنة الجميع والأطراف تحتاجها، ولكن اعتماد هشاشة هذه الهدنة على الميدان، ونستطيع القول أن الميدان فيه ثغرات كثيرة يستطيع أي طرف من الأطراف أن يتخذها سببا في إعادة المشهد إلى المربع الأول. بالمجمل حسب الرغبة الأمريكية والرغبة العربية والرغبة القطرية، واضح أننا ذاهبون باتجاه هدنة مؤقتة، وهذه الهدنة نعم، سيغطى عليها من الجانب الإسرائيلي في بركة دم وفتح جبهة جديدة إما في الضفة الغربية أو في شمال فلسطين المحتلة، لأنه في الإعلام العبري يتحدثون عن تراجع الروح القتالية للجيش في غزة إذا بدأت الهدنة، وبالتالي يجب أن يكون في حالة تسخين هو والجبهة الداخلية بخلق جبهة حرب جديدة في منطقة ما أو في جبهة ما. طيب، في حال تم تمديد الهدنة كما أشرت لمدة 5 أيام أخرى، هل يعد ذلك خطوة لإيقاف الحرب؟ أنت تعلم جيدا أن يعني كل حرب، إيقاف الحرب تبدأ بهدنة، ثم يسيرون على ذلك هدنة تتبع هدنة، ثم يتم إيقاف الحرب. نعم، قطر تريد أن تكرر نموذج أفغانستان في المنطقة، حيث تريد أن تقرب وجهات النظر ما بين حماس وأمريكا، وواضح أنها في البصمات الأولى في ذلك، وهذا تدرج إيجابي سيكون من خلال هذه الهدنة، وسيتبعها هدنة مؤقتة، وممكن أن يتبعها هدنة مؤقتة أخرى لزيادة الثقة والجسور وبناء المشهد السياسي. قطر كانت واضحة أنها تحتاج هذه الهدن، وتركيا وافقتها في ذلك، واطراف دوليه وعربيه وافقتها في ذلك، كي يكون هناك مدخلا سياسيا لحل القضيه الفلسطينيه على اساس منطقي وليس على اساس وهمي وبيع وعود امريكيه كما كان يحدث في الماضي. في هذا الاطار نستطيع القول ان المشهد يتكرر مع قطر، وممكن ان ينجح في هذه المعادله. اضافه لذلك الاسرائيلي الان لديه فضيحه دوليه في استهدافه للاطفال والنساء، ولديه فضيحه عسكريه في عدم وجود اي هدف يحققه، ولديه ايضا فضيحه اجتماعيه في الداخل الاسرائيلي لم يعد المحتجزين، وايضا هناك مشردين اكثر من نصف مليون اسرائيلي هربوا من منازلهم في شمال فلسطين المحتله وفي الجنوب من غلاف غزه الى مناطق الايواء الاخرى، وهذا ايضا مرهق للعجله الاقتصاديه والاجتماعيه والتعليميه في اسرائيل.